والأدبية والشعرية. ومعنا الآن المهندس ممدوح بدوي، وهو يرتاد الندوات الأدبية والثقافية في نقابة المهندسين وفي نقابة المعلمين وفي نقابة الأطباء وفي كل مكان. وفي ندوتنا هو دائما يكرمنا بأن يسجل ندواتنا، وأنا أطلب منه أن يقول لنا ما سر ارتباطه بالأدب وبالشعر، وهو المهندس الكهرباء الشريف. أهلا وسهلا ممدوح بدوي. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر الأستاذ سهيل الرسيلي على اهتمامه بي. وجودي هو اللي تكلم، يعني على وجودي تكريم لحضرتك، يعني حضرتك طبعا. لا، احنا بنعتذر للمهندس الذي ينتمي الى الادباء والشعراء. انا اولا المهندس كهرباء، ليا نشاطات في نقابه المهندسين، عضو اللجنه الثقافيه في نقابه المهندسين، وعضو لجنه شباب بيت العيله والمقرر بتاعها معالي الوزير الدكتور مسعد عويس. ويعني شرفت ان انا في العمل الاجتماعي واهتمامي بالندوات والمؤتمرات من خلال حاجات كتيرة جدا، شركاء النجاح، يعني حاجات كتيرة جدا انا مشترك فيها بتخليني ان احنا نحضر ندوات مهمة وقيمة، الهدف منها ان احنا نستفيد. مجال ثقافتي او كمهندس كهرباء، يعني في نقطة معينة هي مجال العمل بشكل آمن أو السلامة والصحة المهنية. طبعا دي حاجة مهمة، بعتقد إن هي مش بس للناس العاملين في المصنع، لا بالعكس، مفروض إن إحنا كيعني بشر، إن إحنا يعني لو جينا ندور على أي حادثة بتحصل وندور وراها هنلاقي دايما مشكلة، وهي الكهرباء. بيقول لك الكهرباء كهربي، فدايما الكهرباء مظلومة، يعني المتهم الأول. فاحنا عايزين نقول ان المفروض ان احنا عايزين يبقى في ثقافه عن السلامه والصحه المهنيه، لان سلامتك اولا، حتى في البيت، حتى تعامل الست في المطبخ في اجراءات وقائيه، يعني المفروض ان هي تتعامل معاها. برضو الشخص اللي بيتعامل مع فيش الكهرباء، المفروض ان انا مثلا فيش الكهرباء ما احملهاش اكتر من اللازم. حاجات من هذا الطريق كلها حاجات ثقافيه، بعتقد كمان ان هي مفروض تورث في السن الصغير، يعني على اساس ان يبقى عنده القدره على ان هو يحمي نفسه. ان احنا دايما لو جينا مثلا نشوف ثقافه السلامه والصحه المهنيه دي، اعتقد ان هي ثقافه مهمه جدا، لان لو جينا ندور على كل الحوادث اللي بتحصل هتلاقي لو كان فلان اتصرف بالشكل ده كان ممكن انقذ كتير. طب فلان ده من اين له هذه المعلومه ان هو يتصرف بالشكل ده؟ فلان مثلا استخدامه للطفايه ده مهاره. فانا بعتقد ان الموضوع مش على قد، انا عشان مهندس يعني فبتعامل طبعا بنمي دايما الحته دي في الناس الفنيين والمهندسين الشغالين معايا، ان هو دايما الحمد لله يعني في خلال فتره عملي كلها ما حصلش اي حادثه، وده يدل على شيء، يدل برضه على الاهتمام الكبير بالعنصر البشري، ان سلامته اول حاجه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الموضوع هو مجرد علم، يعني طبعا كل شيء بقدر ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا يعني ربنا بيقول ناخد بالاسباب. اذا انا في اي موضع يعني عندي حسن التصرف في حادثه او في اي حاجه ما، فده بينقص حياه وبينقص حياه من حولي. فانا يعني بس كل الموضوع ان انا عايز اقوله ان موضوع ان انا في الندوات دايما بتكلم عن ثقافه السلامه والصحه المهنيه، ان اقرب الموضوعات اللي انا مهتم بيها. وبجانب الابداع طبعا المهندسين، وانا متحيز لهم، يعني مش عايز حد يضربني ولا حاجه. المهندسين طبعا يعني زي ما كلكم تعلمون واولاد، واكيد ما فيش بيت في مصر ما فيش فيه مهندس، يعني فبنلاقي المهندس يعني مبدع يعني من صغره كده، والا يعني في اعتقادي ان هو مجرد ان هو بس يدخل كليه هندسه ويعني يتحمل المذاكره واللود اللي موجود عليه ويشتغل بهمه ونشاط وكده، دي في اعتقادي هو ابداع.
برضو المجال الهندسي فيه مجالين برضو ننكر ان الصناعي ان الصناعي المصري بشكل عام مبدع. يعني الصناعي المصري دايما نقول لو احنا لما كنا مسافرين بره وكنا نيجي نقارن بين الصناعي المصري والصناعي الهندي والبنجالي والكلام ده كنا بنلاقي الصناعي المصري متفوق جدا في شغله بذكائه، بس بينقصه برضو الثقافه المهنيه الصحيحه. واخد بال حضرتك؟ يعني احنا مع الاسف السوشيال ميديا نيجي نبص ده يقول لك ايه ده فلان اخترع جرار يمشي بالهواء وانا قصرت عمليه وده من عند الله. يا باشا ماشي، ما هو من عند الله كلام جميل، بس انت لازم تكون عندك من الثقافه والعلم تتكلم صح، مش تقول اي كلام. هو ده بيخلي شكلنا وحش قدام الغرب. لما واحد فني هو ممكن يكون جرب ان هو مثلا ايه يعمل حدافه والحدافه دي يديها هواء مضغوط فادت الطاقه يعني مشت معاه كده ادت نتيجه. مفيش حاجه اسمها خرق القوانين الطبيعه، قوانين الطبيعه موجوده، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. فهو ادى قوه في الاول، هي دي القوه اللي كملت اللي دفعت الموضوع اللي خلت القرار يتحط. مثلا انا مش بهاجم على حد بالذات يعني، بس بتكلم بشكل عام، لان بزعل جدا لما بلاقي ناس فني مصري مبتكر. ده جميل، ده جميل جدا ان هو بيبتكر، بس لازم يوثق ابتكاره بشكل علمي، او يعمل زي ما احنا دايما كده في المؤتمرات بتاع اللجان وحاجات زي كده ان هو يشرك معاه مهندس. يعني احنا لما كنا طلبه لسه مش عارفين يعني ايه كهرباء كان دايما نشوف المهندس الاكبر مني انا عايز افهم الحته دي في يعني وافهم منه المعلومه دي واكبر المعلومه دي وعندي فكر، ممكن فكري يبقى يعني فكر دايما البعيد عن الموضوع ولسه بتعلمه جديد بيبقى مبدع. يعني زي تصرف الاطفال كده، تصرف الاطفال دايما بيبقى فيه ابداع في بالظبط كده، لان هو ايه يعني عنده موهبه الابداع وان هو يبتكر يعني. ف يعني عايز اقول ان قصه العقليه المصريه عقليه فعلا تحترم، بس احنا لابد ان احنا نحترم انفسنا، ولابد ان الاعلام كمان لما يجي يسطر حاجه زي كده يبقى اللي بيناقش مهندس مش واحد ده يا الغرب بيضحكوا علينا. واخد بالك؟ اصل برضه من كام يوم كده شفت حد بيقول ان عمل لوك كده مش عارف بيفتح بالموبايل، ما دي حاجه موجوده، مش اختراع ولا حاجه برضه، وممكن يكون هو ممكن يكون طور فيه، بس عشان انا اطور وعشان ان انا اتكلم ان انا مبدع صح لازم ان انا اندمج مع مهندس عشان خاطر اطلع الكلام ده بشكل هندسي بشكل يذكر بشكل علمي بشكل الناس تتقبله وينفع للدراسه وينفع للصناعه. ما اقولش بقى ده انا عندي الفكره الجميله ومش عارف ايه وعملته. ماشي، ما انت كلام جميل، ما هو احنا متفقين ان العقليه المصريه مبدعه بطبيعتها. انت ابدعت، ممكن مثلا شفت حاجه زي كده معموله في ايطاليا في قفل لوك كده بتنزله سوفت وير بالموبايل وممكن يروح فاتحه بالموبايل ويقفله بالموبايل. ما دي دلوقتي مش هو ما ابداش حاجه، هو يعني مجرد ان هو شاف برنامج وبدا يطور فيه. ده جميل برضو، ده جميل، لان العقليه المصريه ممكن تعمل حاجات الايطاليين ما فكروش فيها وحاجات تناسب السوق المصري. فاحنا انا عايز الكلام ده يناقش في الاعلام، يعني عايز يبقى في الاعلام ناس تناقش الكلام ده بموضوعيه وتاخده على محمل الجد وتتكلم معاه وتناقش وتطلع اللي عنده وتشرك معاه طلبه من كليه هندسه تعمل الكلام ده بشكل مشاريع، وبالتالي هيبقى فيه فايده على المجتمع، فساعتها هيبقى الابداع ذو قيمه يعني. فيعني انا مش عايز اطول عليكم، بس يعني انا مستمتع جدا بالحديث معاكم وعندي معلومات كثيره الحمد لله يعني في مجال السلامه والصحه المهنيه وفي مجال الابداع ومجال الهندسه ومجال الكهرباء ومتخصص متخصص في حاجه اسمها البي سي. استاذنا الدكتور مسعد عويس هيعلق على حاجه. لا، في شهاده في حق الاخ الحبيب المهندس وهو يعني موسوعه ثقافيه، يعني بمعنى ان هو ما فيش حته في المجلس على الثقافه وبيت الهيئه طبعا. انا بقول كده ودايما يسالوني هو فين الراجل الطالب ده؟ طبعا جمعيه المصريه للامم المتحده سفير رئاسه وحالي دايما يسالني عليه، لان هو لما بيجي بيضفي شيء جميل، فبالتالي هو يعني بيؤكد مع اساتذتي تكامل المعرفه. سيادتك مهندس؟ نعم. طبيب؟ يبقى لازم تعرف حاجه، والهندسه دي انا معلش بدون تحيز بعتبرها العمود الفقري في بتاع كل ده، فيها هندسه الورثيه.
ليه؟ في هندسه الخاصه بالبناء نفسه والاجهزه الطبيه في هندسه اللغه هندسه اداء استاذنا لازم تكتب لنا هندسه اللغه دي. طيب فبالتالي انا الشهاده من الاخ فاطم عنده بقى اعصاب ما يعرفش هندسه اللغه. طيب سيادة تكلمنا عنه دلوقتي كل حاجه يبقى عارفينها الدكتوره سوريا معلومات كل حاجه اسمحوا لي حاجه عن حاجه يا جماعه الدكتوره سوريا جعلت من هذا المنتدى يعني متكامل لكل الشعراء والمفكرين فانا بشكر سيادتك ان انت طورتي هذا وعشان كده اساتذتي انا برضو احنا نسجل يعني انجازات الدكتوره سوريا العسيلي ولابد مكتوبه ومقروءه ومسموعه فالاخ ممدوح عنده الحاجات اللي هي دايما بيسجل لقاءاتنا لو في حد من اساتذتنا يحاول هو برضو يسجل بحيث ان احنا يعني طبعا اسم كل شاعر او شاعر لابد ان يسجل يعني مش عايزين يا استاذي ان هذا الاجتماع الكبير اللي يعني بنفخر بيه كلنا وانا والله يعني انا مره كنت مسافر اجلت السفر عشان احفظ والله يحرص الدكتور الله يخليك بس دايما. طيب مشجعنا اخويا الحبيب اتكلمنا عن الهندسه اللي هو لما يخلص لا خلص خلص يا فندم فتره فتره دكتور نعم أنا كنت